الناس مظاهر ربوبية الله في الوجود لا يحصيها غيره سبحانه، فهي من الكثرة والتنوع بما يدل عليه عز وجل، فلا يماري فيها إلا مكابر ولا يجحدها إلا مغالط، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومن مظاهر ربوبية الله إحساس الخلق بالفقر إلى الله وضرورة اللجوء إليه في الشدائد. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ونجاة